اهدي اهدي، بتسيب كده ما فيش لا ظبط ولا ربط. خير اللهم اجعله خير. خير منين؟ ست شهد هانم لسه برا. شوف انت عاد الساعه كام دلوك؟ مالكيش صالح يا جبريه. ماليش صالح؟ يعني ايه ماليش صالح؟ دلوك انت اللي قاعد في البيت مكان ابوها، يعني لما تطلع لازم تقول لك. ابوها لسه عايش. حد قال انه مات؟ بس دلوك انت راجل البيت. عايزه تقول ايه بالظبط يا جبريه؟ هي برا لحد دلوك. فين؟ مع مين؟ بتعمل ايه؟ لا ما صحش، لازم انت تعمل حسابك. بقول لك ايه؟ ما تتكلميش في الموضوع ده تاني، ها؟ وانا مش عايز اتكلم معاك في حاجه، فاهمه؟ لا مش فاهمه، فاهمه. راح فين؟ خارج. هريح دماغي وما تجيش وراي. ما هجيش. يلا تصبح على خير. باي باي. تعالي هنا. كنت فين يا شهد؟ ليه؟ والجدع ده راكب عربيته ليه؟ اولا عزة ده يعتبر واحد من العيله وانا متعوده اخرج معاه، وثانيا بقى ماما عارفه. امك عارفه؟ انت قدامي. زار جبريه كان عندها حق. ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي يا اخوي؟ مفيش. في حاجة؟ أنا مش هتكلم، بعدين تقول لي أنت مالك؟ قولي عايزة إيه؟ أنت ناوي تعمل إيه؟ في إيه؟ أنا مش هتكلم في فلوس ولا مصالح. أنا هتكلم في البيت الخربان ده. شايف البنات عاملين إزاي؟ طالعين داخلين على حل شعره. بس هقول إيه؟ أخويا هو اللي قليل الحيلة. كريمة هي اللي ماشية البيت ده يا عبد الحكيم. لو كان أخوك رجل صح ومحافظ على روحه، البيت ده ما كانش هيوجع أبدا. هو صح عمل فلوس وعمل شركة واشترى فيلا وعربيات، بس هي اللي بتبعتر الفلوس دي شمال ويمين. تقصد ايه؟ زي ما بقول لك كده، هو ده اللي حصل. المارة النباشة دي قصقصت ريشه، ودلوك عاوزة تلف علينا احنا كمان. أنا هقول لك على كلمة واحدة بس ما فيش غيرها، عشان تعرف إن أنا ما فيش في قلبي أي حاجة من ناحية أي حد. أنا عايزة المصلحة وبس. قولي يا فوزية. طالما أخونا ما بقاش ليه مصلحة هنا، يبقى يجي معانا دارنا وسطنا، يبقى تحت عينينا، والبنات كمان يبقوا تحت عينينا، نتجوزهم ونسددهم. ولا عايز البنات تتجوز من مصر؟ ولا واحد زي الملزق اللي كان معاها لحد نص الليل ده يلف عليها، واللي تاخده منك باليمين يلهف وهو بالشمال؟ عايز ايه الصبح؟
صباح الخير. صباح الخير. أنا قلت أصبح عليك. صباح الفل يا ستي. هو أنت في مصر ولا في البلد؟ ياريت لو أنت موجود في مصر نتقابل. خير. قولي بس الأول، أنت في البلد ولا في مصر؟ هنا في مصر. طب حلو قوي، خلاص يبقى نتقابل. اوعى تقولي بقى انك مش فاضي. طيب طيب، مع السلامة. خير؟ خير. تتكلم مع مين على الصبح؟ هذا شغل. هو الشغل وراك وراك. يكفي البتاع ده وارتاح شوي على الاقل لحد ما نخلص من الهم اللي احنا فيه. حاضر يا ست جبريه، هعمل الشغل ده بالذات وبعد كده هخلص منه على طول. راح فين؟ راح فين ايه؟ هنزل عشان نفطر ونروح المستشفى. لا، الفطار هيطلع لك لحد هنا. انا قلت الولاد تحت طلعهولك، ولا انت هتقعد مع كريم على ترابيزه واحده تاكل معاه؟ لا، ما يصحش يا جبري، ما يصحش. بدور عليكي يا عمتي. فجعتيني. خير يا روح عمتك؟ مفيش، اصل انا كنت عايزه اقعد اتكلم معاكي، بقالي كتير ما شفتكيش، وحشتيني. ما تشوفيش عفش. هو انت مالك محلاوه قوي ليه كده؟ والله. والله اصل في ناس كده كل ما تكبر في السن بتحلو زياده، ولا يمكن عشان ما اتجوزتيش لحد دلوقتي. أصلهم بيقولوا برضو يعني اللي ما تتجوزش لحد دلوقتي بتفضل زي القمر والعمر بيطول بيها. طب ما تعملي زيك ده وتخليكي من غير جواز عشان تفضلي حلوة على طول. لا، أنا ما يهمنيش إن أنا أبقى حلوة، أنا يهمني إن أنا أتجوز الراجل اللي بحبه وخلف منه بقى صبيان وبنات. أصل أنا يا عمتي بحب العيال الصغيرة قوي. عمتي، هو انت كنت بتدوري على ايه في المكتب؟ ولا حاجة يا روح عمتك. طب استني، تعالي لو عوزتي اي حاجة من المكتب قوليلي، هخدمك فيها والله. كبري لي، ممكن انتي امك.